تعال اخدك على موضوع اخر. انا عايز اعرف ايه قصه شاومينج، حقيقي مش هزار، ايه قصه شاومينج؟ شاومينج اللي كل شويه نعمل كده نعمل كده، نلاقيهم طالعين يحطوا على صفحات وتليجرام ومش عارف ايه امتحانات، امتحانات شويه يقعدوا يزعجونا ويقرفونا في قصه الثانويه العامه، نقفلها عليهم، يطلعوا لنا بامتحانات الاعداديه. انا مش قادر افهم ايه قصه شاومينج، مين اللي ورا شاومينج، مين اللي بيشتغل على شاومينج، طب بيجيبوا الحاجات دي منين؟ ده مهم جدا. طيب معايا على التليفون الصديق والزميل العزيز جدا 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 الاستاذ شادي زلطه، المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. ازيك يا شادي؟ اهلا بيك يا يوسف، تحياتي ليك للساده المشاهدين. تحياتنا ليك ومنورنا دايما. ايه قصه شاومينج دي يا شادي؟ والله يا استاذ يوسف، هو الحقيقه يعني طبعا خليني بس ابدا معاك بشرح مبسط كده، ان الاجراءات المتعلقه بتأمين الامتحانات وخاصه طبعا اي امتحانات في اي مرحله ايا كانت، سواء امتحانات النقل او امتحانات الشهادات العامه زي الاعداديه او الثانويه او غيرها، الاجراءات المتعلقه بيها في تأمينها حتى وصولها للجنه الامتحان هي اجراءات مشدده جدا وليها طبيعه خاصه وطبيعه معينه، واي حاجه تانية تتعلق بفكره ان ممكن يحدث تسريب الامتحان او غيره هو امر غير منطقي ولم يحدث على الاطلاق. انا باكد لك المعلومه دي قولا واحدا، ولكن بشرح بسيط كده، طبعا في اجراءات متخذه ومتبعه لمكافحه الغش بكافه اشكاله في اللجان الامتحانيه، ولكن ممكن يحدث في بعض الاحيان ان يكون طالب مثلا معاه هاتف محمول قدر ان هو يدخل بيه باي شكل ملتوي او اي شكل يعني في نوع من الخدع او حاجه داخل اللجنه الامتحانيه، وبالتالي هو بيطلع التليفون بيصور الورقه الامتحانيه او حاجه وتبتدي تنزل، ما ينزلها مثلا على اي تطبيق خاص بتطبيقات التواصل الاجتماعي. مجرد ما الصوره دي بتنزل طبعا بيتم استغلالها بشكل طبعا خاطئ يعني على الجروبات التواصل الاجتماعي او غيره او على التطبيقات المختلفه، ولكن في الحاله دي احنا بنسميها تداول. وطبعا الطالب اللي بيعمل كده بيتم طبعا اتخاذ كل الاجراءات ضده، وبيتم عمل محضر طبعا اثبات حاله على طول الغش، وممكن تصل يعني يصل الامر لحرمانه من الامتحانات لمده عامين. فوفقا طبعا للوضع اللي هو اللي حصل داخل اللجنه الامتحانيه. طيب ده على الناحيه المتعلقه بالاجراءات، ولكن على الناحيه الثانيه احنا حاليا بنواجه تكنولوجيا متطوره جدا، ويعني مجموعه من المميزات بقت موجوده في التطبيقات الخاصه بالتواصل الاجتماعي، وخاصه التطبيقات اللي بيتم عليها تداول الاوراق او حاجه متعلقه دي مثلا حتى امتحانات مفبركه، بيبقى فيها امكانيه ان هو ممكن مثلا طالب يكون خلص الامتحان في نص المده وخرج، فبيتم تعديل التوقيت وبيتم تعديل الصوره على الجروب الخاص مثلا سواء بتطبيق تليجرام او غيره. فبالتالي طبعا الصوره بتنعكس ان ممكن يكون ايه، ان الامتحان ده خرج في توقيت اخر غير التوقيت طبعا اللي هو اللي بعد بداية اللجنة، وبيتم الترويج ده للأمر ده بشكل ما. ولكن أنا خليني أأكد لك بس بشكل واضح، مفيش حاجة اسمها تسريب تماما للامتحانات، الإجراءات قوية جدا وأنا بأكد ده يعني قولا واحدا، ولكن ما قد يحدث هو تداول نتيجة غش إلكتروني، وبيتم اتخاذ كل الاجراءات المتعلقه بمكافحه الغش الالكتروني واتخاذ الاجراءات المناسبه مع الطلاب اللي بيتم ضبط هاتف محمول معهم داخل اللجنه الامتحانيه. طب انا عندي سؤال، هل اصلا مسموح للاولاد ان هم يخشوا بالتليفون؟ لا. حلو. لا طبعا. طب هل احنا بناخد اجراءات مشدده جدا في مساله انه العيال ما تخشش بالتليفونات جوه اللجنه؟ طبعا بيتم اتخاذ اجراءات كثيره جدا عشان خاطر نضمن انضباط سير العمليه الامتحانيه داخل اللجان، ولكن ممكن بعض الاحيان يعني ان الطالب يكون مثلا
قام مثلا هو خبى الهاتف او حاجه في مكان ما او حاجه، فبالتالي يعني مثلا خباه بشكل معين او قدر ان هو يدخله بشكل ما. ولكن طبعا في النهايه بيبقى في مراقبين وفي ملاحظين، ولو في حاله ان هو مجرد مخرجه الهاتف او حاجه بيتم ضبطه واتخاذ كل الاجراءات على طول المتعلقه بالغش سواء الالكتروني طيب او الغش الحقيقي. هل تم ضبط الطالب او الطلبه اللي سربوا الامتحان ده؟ يعني هل احنا ضبطنا حد صور الامتحان وبيبعت طبعاً. يعني احنا عارفين مين اللي عمل كده؟ اي طالب قام بمحاولة غش الكتروني، اي طالب قام بمحاولة غش الكتروني تم ضبطه على يعني فور الواقعة على طول. لا انا بتكلم يعني في الواقعة دي يا شادي، خليني اكدها لك يا يوسف بشكل واضح وصريح. اه الطلاب اللي بيقوموا او بيحاولوا القيام بالغش الالكتروني داخل اللجان بيتم ضبطهم على الفور واتخاذ كل الاجراءات المناسبة معاهم. طيب الواقعه دي تحديدا دي هل اتظبط العيله اللي عملوا كده؟ يعني انتوا عارفين اساميهم؟ انا مش هقول لك حتى قول لي اساميهم حتى لا اشهر باسماء، ودي عيال صغيره يعني، لكن في النهايه هل تم ضبط الولاد اللي عملوا الواقعه دي بالتحديد؟ وانا بس خليني اوضح لك نقطه مهمه. النقطه هي ان كل طبعا امتحان الشهاده الاعداديه على مستوى المديريات التعليميه. يعني كل مديريه ليها امتحان خاص بيها وليها غرفة عملياتها وليها قياسها وليها احصائياتها وليها كل الاجراءات اللي بتتخذها بشكل منفصل عن المديريات الاخرى. وبالنسبة للامتحانات الاولى وثانية ثانوية على مستوى الادارات التعليمية، وبالتالي هي المديرية بتشرف عليها، ولكن كل ادارة امتحانها مختلف عن الادارة الثانية. فطبعا يعني ما فيش احصائيه طبعا يعني قدامي حاليا بالعدد او كده، ولكن طبعا كل مديريه مسؤوله عن اتخاذ الاجراءات ضد اي طالب بيقوم بمحاوله الغش الالكتروني وبيتم ضبطه طبعا. ماشي انا معاك برضو، بس شادي انا اشكرك جدا 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 على المداخله وعلى الشرح والاستفاضه في مساله الاجراءات. كل الشكر للزميل والصديق العزيز استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.